افضل اي حساب. اخي تاخذني معك؟ لوين اخي؟ على الميدان الطريق. شو عليك تكره غيرك؟ اطلع. اي والله. والله الجو بارد ما؟ ايه. سكر سكر الشباب. سكر شبابيك. ايه يا معلم؟ من وين انت؟ من حلب. على راسي والله احلى ناس. تعرف اخي؟ اللي تعرف شو عم فكر؟ شو؟ ما بعرف هيك اول ما طلعت معك بالسيارة قلت بيني وبين حالي انه اذا الكرة الارضية كلها بتعصي ربنا انت الوحيد اللي ما لازم تعصي ربك. شو؟ تعرف ليش؟ ليش؟ لانه انت على الاغلب انك تشتغل على السيارة صح؟ صح. طيب انت بما انك شغلك على السيارة ممكن اي لحظة لا سمح الله بعيد الشر عنك ممكن اي لحظة يصير معك حادث سير او يطير الدواليب او ينفجر الدولاب او تنصدم بشي حدا او يصير لك اي شيء. يعني انت معرض للخطر اي لحظة. انت لازم تكون دائما عامل شيء لرب العالمين لاخرتك. يعني ممكن اي لحظة يصير لك شيء لا سمح الله وتروح تقابل ربك. تروح تقابل ربك انت لازم تكون عامل اعمال خيرية. بتصلي بتصوم يعني حاسب الحساب لنهايتك. ما بعرف انا هيك برايي يعني انه انا يلا بركت تخيلت الموقف مكانك والله بمسك قلبي وبمشي بالطريق. ممكن اي لحظه يصير لي شيء بعيد الشر. يا والله يا اخي معك حق. تعرف كلامك لغز قلبي. والله بدي احكي لك شيء وبتمنى منك تسمعني. ما بعرف كيف بدي احكي لك اياه ومن وين بدي بلش. تفضل اخي خذ راحتك. فضفض فضفض شوفي بقلبك احكي. ان شاء الله سرك بيدير ورح احاول اني اساعدك. تفضل اخي. انا بعمري ما صليت. ايش في عندك هون شغلات بالدنيا وسخه عملتها؟ زنيت، شربت خمر، رحت على المقاصف، رحت على الديسكويات، ما عرفت شيء وما عملته. شو بيكون مصيري انا؟ عم تسألني شو مصيرك؟ انت اذا متت على معصية لرب العالمين رح تروح تقابله. شو رح تعمل؟ اكيد مصيرك النار. رح تتعذب لانك مانك عامل شي لوجه الله، مانك عامل شي لربك، بالعكس عامل كل شي بيغضب ربك. بتسألني شو مصيرك؟ حسبي الله ونعم الوكيل. طيب هلا انا شو ممكن ساوي؟ هلا اذا انا تبت رب العالمين بيقبل توبتي؟ شو هالسؤال؟ اكيد اكيد رب العالمين رح يغفر لك. ان الله غفور رحيم. انت توب توبة من قلبك تكون نصوحة، رب العالمين رح يغفر لك كل ذنوبك. عن جد؟ طيب يا أخي أنا بدي أتوب، كيف الله بده يغفر لي؟ كيف بدي أتوب؟ ممكن تعلمني؟ ممكن تفهمني يا أخي؟ حلو كتير أخي. كل اللي بتعمله أنك تتوب من قلبك، تكون توبة نصوحة وما تعود تكرر اللي عملتهم، وأنك تصلي وتستغفر ربك، وبإذن الله رب العالمين رح يعتبرك من التوابين. فهمت؟ إن شاء الله. طيب يا أخي أنا بإذن الله رح توب توبة نصوحة، وهلأ بعد ما وصلك أول جامع رح لاقيه رح أنزل وصلي وإن شاء الله رح توب هاي التوبة لرب العالمين. الله يهديك يا أخي. الله يهديك. شهد لي يا أخي، شهد لي شهد لي رح توب لرب العالمين وبلكي الله يقبل توبتي. شهد لي يا أخي. ما في داعي يكون في لك شاهد عند رب العالمين، لأنه رب العالمين ما بده شهود لحتى يتوب عليك، ولا بده شهود لحتى يعرف انه انت تبت او لا. رب العالمين شايفك وعرفان شو في بقلبك. اهم شيء انه تكون نيتك صافية وتبت لربك من قلبك، هاي اهم شيء. اي انا هلا نزلني هون على اليمين لانه حاج اتاخ وصلت.
تكرم يا اخي من عيوني. شو بتأمرني؟ ما بديش يا اخي، والله يسر لك. اعوذ بالله ما بصير، هذا حقك. قديش تأمر؟ خلي بطلع من خاطرك. تفضل هاي الحساب. أخي سنرتحل يرافق سيرنا العمل عن الدنيا، سنرتحل يرافق سيرنا العمل، فإما روضة تزهو وإما القبر يشتعل. هل هيأت الزاد جهزت للمعاد، أم كنت في رقاد وغفلت العصاة؟ هل هيأت الزاد جهزت. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان. أخي أخي حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون. نيالك على الوقت. سبحانك يا رب، رب العالمين بحبك، ما رضي ياخذ روحك إلا وأنت تايب له عن جد. بإذن الله إذا الله راد هنيئا لك الجنة. سبحانك يا رب، يا رب تجعل خاتمتنا حسن، يا رب تجعلنا من التوابين، تجعل آخر كلمة من عمرنا لا إله إلا الله محمد رسول الله.